التحالف يقتل 17 صيادا قبالة سواحل الخوخة، جريمة جديدة بحق الصيادين في اليمن، هو قتل بالاشتباه. وماذا بعد القتل؟ اعتراف أو تبادل اتهامات؟ لكن ذلك لن يوقف دماء اليمنيين التي تراق كل يوم. أهلا بكم. مأساة الصيادين في اليمن تتجدد، هذه المرة باستشهاد 17 صيادا من أبناء قرية الكداح بمديرية الخوخة جنوب الحديدة، وذلك إثر استهداف زورقهم من قبل بارجات التحالف في عرض البحر الأحمر. لم ينجو ممن في الزورق إلا رجل ليظل شاهدا على الجريمة. الجريمة وقعت في مناطق تعد عمليا محررة وتحت سيطرة التحالف العربي، لكنه حدث يمر كغيره من الأحداث دون تنديد دولي أو تصعيد إعلامي أو احتجاج رسمي. يذهب الدم اليمني هباء بين صدف ميليشيا قاتلة واستهتار من التحالف بدماء اليمنيين. مأساة الصيادين اليمنيين تمتد لما هو أبعد من هذا الاستهداف، إذ تتضرر مئات الأسر في المناطق الساحلية من تعطل هذا النشاط التجاري، فقد قطعت أرزاقهم منذ بدء العملية العسكرية على الساحل الغربي وعدد من السواحل الشرقية لليمن. 18 صيادا خرجوا لاصطياد السمك فاصطادتهم بارجات التحالف، سالت دماؤهم وسط أمواج البحر. حاولوا الاستنجاد بمن حولهم، لكن جنود التحالف تركوهم يغرقون بجراحهم، إذ كيف للقاتل أن ينقذ ضحيته؟ 17 صيادا لقوا حتفهم ونجا واحد فقط، وكأنه بقي ليكون شاهدا على الجريمة وبشاعتها. ليست هذه الجريمة الأولى التي يستهدف فيها التحالف الصيادين في الساحل الغربي، فمسلسل استهداف الصيادين ملف مثخن بالاستهتار والغدر. قبل أقل من شهر استهدفت مقاتلات التحالف مجموعة من قوارب الصيد جوار جزيرة عقبان التابعة لمحافظة الحديدة، ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص وفقدان 9 آخرين. وقرب جزيرة السوابع استهدفت مقاتلات التحالف أيضا قوارب الصيادين أكثر من مرة، ما أدى إلى قتل وجرح العشرات منهم. تقارير حقوقية تقول إن 75 غارة من غارات التحالف استهدفت صيادين مدنيين، ما أدى إلى استشهاد نحو 240 وجرح 350 آخرين. نهاية يوليو المنصرم أطلق التحالف تحذيرات للصيادين من الاصطياد في المياه الإقليمية اليمنية، بينما تعتمد معظم الأسر القطنة في المناطق الممتدة على الساحل الغربي على الصيد كوسيلة وحيدة للرزق. خرج الصيادون للاصطياد في المناطق التي يفترض أنها محررة كالخوخة والمخا وغيرها، فجاء الرد من التحالف قطع الأرزاق والأعناق معا. على الضفة الأخرى من الساحل اليمني يعيش الصيادون مأساة مشابهة في المكلا وشبوة، حيث منعت القوات الإماراتية الصيادين هناك من مزاولة نشاطهم، تاركين آلاف الأسر وسط مصير مجهول. تقول التقارير إن خسائر اليمن من قطاع الأسماك بلغت أكثر من 4 مليارات دولار منذ اندلاع الحرب قبل 4 سنوات، بالإضافة إلى تعطل أكثر من 36,000 عامل في هذا القطاع. الصياد اليمني مثل بلده يعيش أثر الحرب ومأساة تسلط الجيران، ويدفع ضريبة ذلك دمه وقوته. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلي في الاستوديو فيها الصحفي الأستاذ وديع عطاء. أهلا بك أستاذ وديع. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. إذن أستاذ وديع، استشهاد 17 صحفيا بقصف من صيادا بقصف من بارجات التحالف العربي في مديرية الخوخة جنوب الحديدة، ما هو التعليق لديك حول هذه الحادثة ابتداء، وما التفاصيل الموجودة لديك أيضا؟ حقيقة بداية نترحم على أرواح الشهداء رحمهم الله جميعا، شهداء اليوم وشهداء كل الغارات التي حصلت للصيادين حتى الآن، وكل شهداء الوطن بشكل عام. غارة اليوم هي تقريبا رقم 75 من بين الغارات التي استهدفت الصيادين في عرض البحر في المياه الإقليمية اليمنية بالمناسبة. وللأسف هم لم يكونوا يحملون أسلحة، ولم يكونوا أصلا يتحدون يعني التحالف، بل كانوا يبحثون عن الفتات الذي يمكن أن يعيدوه لأطفالهم وأسرهم بعد انقطاع لشهور طويلة، بعد أن كانوا شبه محاصرين أيام سيطرة الحوثيين لثلاث سنوات على مديرية الخوخة والشرطة الساحلي بشكل عام. كانوا يمنعوهم من الاصطياد بحرية، لأنهم كانوا يسيطرون على حصصهم من المشتقات النفطية ويبتزوهم ويفرضون عليهم الإتاوات الإجبارية، مما جعلهم يهاجرون إلى سواحل عدن وسواحل حضرموت والسواحل الجنوبية بشكل عام، يبحثون عن
عن عن عن ما يمكن ان يسد رمقهم المعيشي. لكن ما حصل بان هؤلاء الصيادين انطلقوا من منطقه يفترض بانها محرره، انطلقوا على اساس بانهم مرصودين من قبل الاقمره الاصطناعيه، يعني الاقمار الاصطناعيه التابعه للتحالف، يفترض بانها عارفه بان هؤلاء الصيادين انطلقوا من سواحل محرره وحركتهم مرصوده، وبالتالي لا يمكن باي حال من الاحوال الاشتباه في قارب يحمل صيادين عزل وانطلق من منطقه محرره ان يشك على الاقل فيه بانه مثلا عدو، وان يتم التعامل معه بصلف يعني يجعله في في يعني في مرمى بارقه. يعني يخبرني احد المصادر اللي تواصلت معهم من ابناء المنطقه بانهم يعني حاولوا التحرك من قبله البارقه، الا ان قرار اعدامهم يبدو انه كان قد صدر فقط لمجرد تاديبهم، لانهم كما يعتبرهم التحالف تجاوزوا التعليمات التي كان أطلقها في نهاية يوليو الماضي حينما حذر الصيادين من عدم الذهاب أو الوصول إلى المياه الإقليمية أو الممر الدولي بلا صح. يعني هؤلاء الصيادون أصلا يعتبرون أنفسهم في عهدة التحالف وفي عهدة الإمارات التي أيضا أصلا لها قيادة عسكرية متواجدة في الخوخة، ويفترض بأن هؤلاء الصيادين هم يشعرون بالأمان مع وجود التحالف الذي يسيطر ليس على ساحل الخوخة فقط بل على عرض البحر بشكل عام، ودورياته متواجدة فيها بشكل على مدى 24 ساعة. ما الذي يجعل من صيادين بسطاء وعزل في مرمى نيران استهداف؟ طيب هذا يدفعنا للتساؤل، ما هي الآلية المعتادة لخروج الصيادين في هذه المناطق؟ هل يعني هناك إلزام لهم بعد هذا التحذير الذي أطلقه التحالف، هل هناك إلزام ميداني لهم بعدم الخروج، أم هناك هل هناك يعني جهة معينة تعطيهم تصاريح، أم لا يوجد مثل هكذا نوع من تنظيم؟ أخي، فئة الصيادين لا يقلون المنتشرين على الساحل الاتهامي لا يقلون عن نصف مليون تقريبا وربما أكثر، ينتشرون في حوالي 10 مديريات إلى 11 مديرية على امتداد ساحل الحديدة بشكل عام من اللحية إلى الخوخة. نسبة التعليم فيهم متدنية وليسوا من يعني على قدر من الوعي ما يجعلهم يتابعون مثلا وسائل التواصل والسوشيال ميديا بحيث أنهم يطلعوا على تعليمات يعني التحالف أول بأول. كان أولى بالتحالف وهو متواجد في الخوخة ومتواجد في الشريط الساحلي حتى الدريهمي بأن يقوم بحملة توعية ويعني وإعلان بالنسبة للصيادين، يخبرهم بالمحظورات، يحدد لهم المناطق أو على الأقل يحدد لهم يعني مثلا بارقات معينة طالما هي متواجدة أصلا في عرض البحر بأنه لا تتجاوز البارقات المعينة، يعني متواجدة مثلا في السوابع، المتواجدة في يعني في هذه المناطق في الممر الدولي. لكن ما يحصل بأنه حتى الصيادين اليمنيين يتعرضون لدوريات من قبل القوات الأريترية بحماية طيران التحالف. هذه معلومات وصلتني من صياد عائدين مؤخرا، قالوا بأنهم تعرضوا لملاحقات من دوريات عسكرية أريترية بينما في السماء طيران التحالف، يعني أصبحوا يعني في كل الأحوال هم مستهدفين. يعني للأسف الصياد اليمني بشكل عام والتهمي بشكل خاص أصبح يعيش بين جحيم الميليشيا الذي تبتزه ولا يزال في المناطق التي تسيطر عليها، وبين نيران التحالف الذي لا يمكن اعتبارها أبدا نيران صديقة لأنها نيران قاتلة، نيران مجرمة. ما حصل اليوم هو مجزرة بكل ما تعنيه الكلمة، ويرقى إلى أن يكون جريمة حرب، وأعتقد بأن المنظمات الدولية معنية بأن تحقق في هذه الجريمة وأن تتضامن إنسانيا مع من دفعوا ثمنهم نتيجة التساهل والاستهانة من قبل التحالف بدماء اليمنيين. أعتقد بأن هذه المجزرة لن تكون الأخيرة لأنها الخامسة على مدى 50 يوم تقريبا ما بين 29 يوليو حتى اليوم، تقريبا خمس مجازر، اثنتان منها في عقبان والثالثة في السوابع والأخرى يعني قريبا من حنيش. لماذا لا يتم يعني لا يتم التدخل من قبل المنظمات الدولية لحفظ أو على الأقل لتوفير الحد الأدنى من الأمان للصيادين، على الأقل يخرجوا في أمان الله ويخرجون بضمانة التحالف الذي يعتبر على الأقل مسؤول أخلاقيا عن هؤلاء الناس الذين يقول بأنه حررهم؟ يعني حالة من الذهول والله والصدمة تخيم على منطقة الكدح، وأنا أعرف هذه المنطقة وعشت فيها وبين أهلها، وتقريبا أعرف بعض الضحايا وأهليهم، يعني وينقل لي بعض الأصدقاء ممن تواصلت بهم حالة الذهول والصدمة، يعني حالة حزن مخيم ليس على الكدح فقط،
كقرية جميلة ومسالمة وآمنة، بل على الخوخة بشكل عام، وحالة صدمة. يعني ما الذي يعني يجعل هؤلاء الصيادين الذين يفترض أن يكونوا في عهدة التحالف أيضا معرضين للقتل بنيران التحالف؟ هذا يوفر مادة إعلامية للسخرية من قبل الحوثيين، يعايرون المناطق المحررة أنهم اليوم يعني كنتم تخافون منا والآن ذهبتم أيضا إلى من يقتلكم كذلك. يعني في الأخير في كل الأحوال يجد نفسه الصياد بين نارين. نعم. طيب دعنا نشرك معنا في الحوار أستاذ وديع السيد محمد الحسني رئيس ملتقى الصياد التهامي الذي انضم لنا عبر الهاتف من حيس. بداية تقبلوا عزائنا في من سقطوا من الشهداء من الصيادين. سيد محمد، كيف تلقيتم نبأ الحادثة؟ سيد من الفاضل، أولا أحييك وأحيي الأخ وديع عطا وأحيي السادة والسيدة المشاهدين والمتابعين لقناة القيس وبرنامجنا السيامي تحديدا. بالنسبة لتلقينا لبلاغ الصيادين والاستجابات التي يتعرضها الصيادين للأمانة، للأمانة مكيعة وللأمانة مهولة وللأمانة مسلمة، ليست هذه الجريمة فقط، ولكن كل الجرائم التي تسكنت تحت الصيادين جميعها تتعارض الثلاثة بل ويعاقب عليها القانون الدولي. بالنسبة لتفاصيل الحادثة بالطبع مؤلمة، قد لا تطلب لديكم المعلومات الكافية عن الحادثة. تفضل. طبعا تم من هدف الصيادين عبر مكبر الصوت من قبل البالغة، وطلبوا منهم الإيقاف، وبعدين طلبوا منهم الترجع إلى مقدمة القارب حتى يتمكن الربان أو قائد البالغة من رؤية الصيادين في مقدمة القارب. وبعد أن سألهم إن كان تخلف أحد منهم فأجابوا له بالنفي، وأن جميعهم موجودين على في مقدمة القارب، ومع ذلك أطلقوا على عيران على الرشاشات البارجة، ومن ثم أطلقوا بصاروخ بعد الانتهاء من القصف المكثف بالرصاص، قصفوهم بالصاروخ. طبعا هذه من خلال إفادة السيادة الناجي، والذي ظل يومين يعوم بالبحر مرتفق ببعض ما تلقى من القارب الذي ساعدوا على القفل مدة يومين حتى أنقذوه وأدخلوه أمس المساء لترك العلاج بالخوخة. من أنقذه تحديدا أستاذ محمد؟ قبل أن نبدأ بالحديث، ومن خلال من باب القيس وبذلك المساء اليمني، أنا أناشد كل المنظمات بالحفاظ على حياة الصياد، كونه الشاهد الوحيد لما تعرضوا الصيادين في هذه الجريمة الأخيرة. هل يعني اولا بدايه، من الذي انقذ الصياد استاذ محمد حتى نكون في تفاصيل الحادثه؟ قارب اخر ايضا من الصيادين ومن ابناء الخوخة. نعم. والان الصياد اين هو؟ هل يعني تم تامينه؟ يتلقى العلاج في مديريه الخوخة الواقعه تحت سيطره قوات التحالف. انا اتمنى ان يقدم لهذا الصياد كافه الرعاية العلاجيه والاغاثيه والحفاظ على حياته، ومن ثم اتمنى ان يتم الاستجابه لمناداتنا الدائمه، وهي تشكيل لجنه محايده للنظر حول ما يتعرضه الصيادين من استجابات متكرره طالت حياه الكثيرين منهم. طيب استاذ محمد، يعني في نعم تفضل. انا ارى ان هذه الاستجابات جميعها اشراف القتل، لا يوجد أي مبرر من قبل الطيران أو من قبل البارجات في عرض البحر في استدار القوارب. قارب الصياد ليس سريعاً، قارب الصياد يمشي 8 إلى 10 ميل بالساعة، ليست من القوارب السريعة، 8-10 ميل بالساعة، وقواربهم قوارب الصياد معروفة، وبالتالي بإمكانهم أن ينزلوا فايبر مطاطي من أفرادهم لتفتيش القارب والتأكد أو التعامل مع القارب إذا كان يحمل أي شيء أو وجه أي شيء ضد هذه البارجة أو تلك. لكن جميع الصيادين الذين سقطوا في عرض البحر وفي المهانة أو الجزر تم استهدافهم إسرافهم بالقتل استغلالا من قبل التحالف لصمت المجتمع الدولي الرهيب والغير مبرر. طيب أستاذ محمد، الآن يعني في سياق أن هذه الحادثة ليست الحادثة الأولى التي تحدث على هذا المستوى. طبعا تزامنت هذه الحادثة السرية مع حادثة أخرى على بعد 15 مئة صباحا، طبعا احترمنا جثمان الصياد على الله سالم يحيى قنيني، طبعا من ابناء الغرق سالم الحديده، على الله يبلغ من عمره 65 عام. اجبروا الصيادين على النزول للبحر، اجبروهم للنزول للبحر،
اخبروا امام الصيادين بان هذا المسن يعاني من بعض المشاكل الصحيه ولكنه لا يقوى على تحمل المضي في على سطح الماء يعني لمده ربع ساعه نص ساعه. قالوا لهم ينزلوا كلهم وفعلا اجبروا الصيادين على نزول بتهريب السلاح مما ادى الى تعب الرجل المسن الصياد سالف الذكر. واخبروهم الصيادين بان الرجل ربما يموت. قال خلاص قد خارت قواه من التحمل فقالوا له يموت. كان ابن احد الصيادين الذي شاهد الحادثه هذه. هل كان من الضروري ان يموت هذا المسن غرقا حتى الموت امام ناظري زملائه من الصيادين وامام ابنه؟ طيب استاذ محمد، يعني في هذا السياق التحالف يدعي انه اصدر مثل الاعلان على انه يحذر الصيادين من الاقتراب من المياه الاقليميه ومن مساله الاقتراب من بوارج التحالف، كيف تتعاملون مع هذا الاعلان ان علمتم به بالاصح؟ استاذ نجيب يسمعني انت ويسمعني من خلال شاشه قناه القيس وبرنامج المسائلين لكل العالم وكل من يتابع القضايا اليمنيه وبالتحديد قضايا الصيادين. عندما يجبر الصياد على عدم ركوب البحر فهذا يعني انه يموت جوعا هو واولاده. هل وجدوا بدائل؟ هل وفروا منظمات تعمل على توفير اي حلول ومعالجات لهؤلاء الصيادين حتى تنتهي هذه الحرب الملعونه؟ واذا نذهب الى 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 الى, إلى, إلى قرار التحالف الذي لن نسمع به على الاطلاق ما عدا من بعض القنوات المزيفه للحقائق والذي لا نرغب بمشاهدتها على الاطلاق. تم استدار صيادين على مقربه من هذه الحادثه ايضا اجبر الصياد على البقاء بالماء حتى توقع غرقا على بعد 15 ميل من ميناء الحديده. قبلها ايضا كان في هناك سقوط صيادين 15 صياد تم استدارهم وهم نائمين في جزيره الطوفه التي تبعد 8 ميل بحري من ميناء الحديده. تم استدار صيادين وهم موجودين على الجزر، تم استدار صيادين وهم موجودين في المراكز وموانئ الانزال. تم استدار قوارب وهي راسيه في الموانئ. كل تاكيد ان جريمه يعني جرائم استهداف الصحفي يعني الصيادين لن يعني اذا لن يعني لن تسقط بالتقدم بطبيعه الحال. في سياق الحديث عن ان تحدثت على ان الصيادين اذا خرجوا يعني اذا تركوا البحر بكل تاكيد لن يجدوا مصدر الرزق وهذا اكيد، هل اوضحت لنا عدد الممتهنين للصيد على الساحل الغربي اذا كانت لديكم احصائيات؟ سيد الفاضل، اذا تكلمنا عن احصاءات الصيادين عاملين وليس القطاع الاصطياد او المستفيدين من انتاج السمك فقط، الصيادين عاملين على طول الشريط الساحلي من ميدي الى المندب فانهم يفوق ال 40,000 يد عامله. نعم. وهناك اكثر من 16,000 كارب مختلفه الاحجام تعمل في ميناء في ساحل البحر الاحمر من ميدي الى المندب. وهناك نوع من التنظيم، هل هناك نوع من التنظيم النقابي لهم الاتحاد الذي يمكن ان يعني يتم التعامل من خلاله ورفع الصوت من خلاله لابلاغ الحكومه بالتعامل بمثل هكذا حالات او التحالف والتعامل معه؟ سيدي الفاضل، لقد عملنا كثير من الوقفات ووقعنا كثير من البيانات الادانه لمحافظه الصيادين منذ بدايه اول استهداف لامر الصياد. نحن نطالب عبر شاشة القيس بتحييد الصيادين تماما. تحييد الصيادين تماما لانهم يتم استهدافهم لمجرد التسليه او يتم اذهاب لا مبرر، لا يوجد مبرر يعطي الحق لقوات التحالف سواء عبر البارجات او عبر طائرات الاباتشي ان يتم استهداف الصيادين في عبر البحر وفي الموانئ. ونحن في لقاء صادق وعبر شاشة القيس ايضا في برنامج بين قوسين تكلمنا وتحدثنا وكان ضيف الحلقه في تلك الفتره اعتقد وزير الثروه الصناعيه صاحب الشاي. وربما وصلنا الى تقاعد في وجهات النظر وربما دغدغنا بعد الحلول بعض من الحلول والمعالجات. هل تم يعني متابعه هذه الحلول والمعالجات والوصول الى فائده منها؟ سيد الفاضل، هناك من يغلق الابواب امام كل الحلول والمعالجات لانهم يعتبروا ان المرحله مرحله عسكريه بامتياز.
ايا كانت الحرب وايا كانت الجيوش التي لها اراده للوصول الى هدفها. اعتقد ان هناك ايضا قانون ينظم هذه الحروب بحيث يترك المدنيين والامنيين والاعيان كذلك بعيدا عن اي استهداف اي من الاطراف. نحن كل الجرائم التي تعرضوا لها الصيادين سواء في الداخل او في الخارج. اشكرك رئيس. وعلى المجتمع الدولي ان يعلم ان صمته معناه انه ستزيد اعداد الجرائم في حق الصيادين والمدنيين عموما في اليمن. أشكرك رئيس ملتقى الصياد التهامي محمد الحسني، كنت معنا عبر الهاتف من حي. أستاذ وديع، نعود إلى نقطة مهمة من حديث الضيف، استدعاء مسألة استدعاء البارجة لقارب الصيد والتعامل معه والحديث معه قبل أن يعني يضرب هذا القارب، إلى ما تشير هذه المسألة برأيك؟ بداية نحن بحاجة إلى تثبيت هذه الشهادة أولا بناء على لسان الناقل الوحيد وهو نافع، وأنا بالمناسبة أعرفه شخصيا وأعرف أسرته يعني، ونتمنى له السلامة. أعتقد بأننا بحاجة إلى أن نضمن سلامة نافع أولاً، بأن تصل إليه منظمات لتحييد شهادة لتسجيل شهادته أولاً ولضمان سلامته قبل ذلك. وأعتقد بأن التحالف أيضاً مسؤول أخلاقياً عن سلامة هذا الصياد كونه الناقل الوحيد، والشاهد أيضاً إذا ما كان هناك اختراق من قبل البارجة لقواعد الاشتباك والمراعاة الإنسانية، أو في يعني أعتقد بأن في ما جرى انتهاك للقانون الإنساني الدولي يعني باستهداف صيادين عزل بعد أن كان كما أفاد الأخ الحسني بأنه مثلا تم استهدافهم بعد أن تم مناداتهم وجمعهم إلى مقدمة القارب. نحن بحاجة لنثبت هذه الشهادة لأنها ستكون فعلا إدانة حقيقية وإثبات بأن ما تم جريمة حرب فعلية يعني. الصيادين بحاجة فعلا إلى أن يتم تحييدهم من كل أطراف النزاع، وأن لا يتم المساس بحياتهم أو المساس على الأقل قبل ذلك أيضا بلقمة عيشهم التي يعتمدون عليها مع انعدام كل البدائل. وبالمناسبة أيضا بعض هؤلاء الصيادين هم أصلا معلمين وموظفين ممن توقفت رواتبهم أو توقفت مصادر عيشهم، أو من كانوا لديهم على الأقل فرص عيش في البر على الأقل. نعم. لجأوا إلى الاصطياد ولجأوا إلى القوارب ليوفروا ولو الحد الأدنى. يعني كما أسلفت أيضا بأن الصيادين شعروا بنوع من الإطمئنان بعد أن حررت منطقتهم يعني، فبعد أن يفقدوه ويفقدوا معه أيضا حياتهم يعني، ما الذي يمكن يعني أن يحافظوا عليه يعني، أو أن نطالب لهم بعد أن يكونوا قد فقدوا حياتهم؟ التحالف مسؤول أخلاقيا والمجتمع الدولي مسؤول كذلك قانونيا بأن يحفظ حياة هؤلاء الصيادين وأن لا تستمر وأن لا تتكرر مثل هذه الجرائم. طيب، في سياق أن هذه الجرائم يعني هذه الضربات والاستهدافات مستمرة، ما الذي سيشكل هذا الأمر على صعيد نشاط هؤلاء الصيادين في الساحل الغربي؟ أخي، الحياة المعيشية بالنسبة للصيادين بدأت بالتدهور منذ بداية الانقلاب في سبتمبر 2014، ومن قبل ذلك أيضا هم الصيادون أيضا كانوا ضحايا مستمرين للدوريات العسكرية الأريترية التي كانت تلاقيهم يعني تطاردهم حتى في المياه الإقليمية اليمنية كذلك. وكان كثير من بعض الصيادين الذين عادوا من أريتريا يخبرون بأن الأريتريين يعايرونهم بأنكم بلا دولة وبلا حكومة أصلا تحميكم أو تبحث عن حقوقكم، فما بالك الآن ونحن الآن حكومتنا تعتبر شبه مصادرة تماما أو قرار فيها مصادر، لأن السؤال الذي يفترض أن يحضر أيضا أين هي مسؤولية الحكومة من هؤلاء الصيادين؟ يعني لدينا الآن أكثر من 100 أقارب تقريبا ممن تعرضوا للتدمير بنيران التحالف، وقوارب أخرى أيضا تعرضوا بتدمير بألغام الحوثي، وضحايا أيضا الحوثي في الجانب الآخر أيضا. من سيحمي حياة الصيادين في كل الأحوال أيضا؟ يعني ما الذي يمكن أن يوفر على الأقل الحد الأدنى من الضمان المعيشي لهؤلاء الصيادين مع انعدام كل فرص الحياة؟ طيب يعني الحديث على أن هذا وضع الحرب هل هو مبرر؟ يعني في نهاية المطاف يتحدث كثير أن هذه الحرب وهذه تبعات هذه الحرب، وهناك حاجة للتعامل مع هذا الوضع، كيف يمكن التعامل مع مثل هكذا تبعات الحرب يا عزيزي؟ حينما يكون الناس مثلا في يعني في نقطة التحام مثلا في نقطة اشتباك في منطقة اشتباك ومنطقة عسكرية معلنة، لكن في عرض البحر وفي عهدة التحالف ما الذي يمكن أن نسمي يعني هؤلاء الضحايا إلا أنهم ضحايا بكل الأحوال، وأن من يقتلهم هو جان وعلينا أن نعرفه بأنه قاتل وعليه أن يلاحق قانونيا. هذا يعني لا يمكن أن نعرفهم بأكثر من ذلك.
الصيادين يعولون كما أسلفت أيضا بأنهم يعولون يعني حوالي 500 ألف نسمة من سكان الشاطئ التهامي يعتمدون على البحر بدرجة رئيسية، يعني مقارنة بكثير من المحافظات اليمنية يتغرب أبناؤها ويهاجر أبناؤها. محافظة الحديدة تعتمد على البحر، هناك مقولة تهامية مشهورة يقولون أو يتناقلها الآباء: جاور بحر ولا تجاور ملك، أي أن البحر أكرم من كل مصادر الرزق، يعني طبعا يعني هو كرم الله، يعني كرم الله في الأخير. يعني الصياد، يعني حتى بعض الصيادين العمي المكفوفين والله يذهبوا في المساء أو بعد الفجر ويأتوا بالرزق المتاح لهم مما يكتبه الله. يعني هؤلاء الآن فقدوا كل الأمان، يعني حتى الصيادين الذين أصبحوا يتمتعون بكل الحواس الآن أصبحوا يفقدون حياتهم وأصبحوا ينظرون إلى أبنائهم يعانون سوء التغذية الوخيم داخل منازلهم. أعرف صيادين أيضا لجأوا إلى الاحتطاب ويبيعونه بأبخس الأثمان. الصياد معروف بأنهم على مستوى الحديدة، ليس على مستوى الحديدة فقط، على مستوى الساحل اليمني بشكل عام معروف بأنهم فئة مخملية، يعني يأكلون أفضل الأكل ويلبسون أحسن الملابس ويشترون المواد الرفاهية لأطفالهم. اليوم أصبحوا من أتعس الفئات وأصبحوا من الفئات المغيبة تماما عن الاهتمام الإنساني والاهتمام الحقوقي، والمغيبين تماما عن الاهتمام الإعلامي. للأسف المناطق التي تسيطر عليها الإمارات يعني تفرض عليها ما يشبه أو ما يمكن أن نسميه التعتيم الإعلامي أو الإنفراد الإعلامي فقط، بينما الحوثيين كذلك يستخدمون أيضا المعاناة الإنسانية لابتزاز التحالف. وبالتالي يعني نجد بأن الصيادين بشكل عام كملف من ملفات الإنسانية في اليمن أيضا من أحد وسائل ابتزاز للتحالف من جهة والحوثيين من جهة وبين هؤلاء وهؤلاء. يعني هلا فصلنا في هذه المسألة أو يعني في سياق الحديث على دور الجهات الرسمية هنا، قبل التفصيل في هذه المسألة، دور الجهات الرسمية هنا هل تراه غائبا في متابعة وأيضا التحقيق؟ لأنهم في نهاية المطاف هم المسؤولون، يعني نحن عندما نتخاطب يجب أن نتخاطب مع الحكومة، أليس كذلك؟ في المقام نتخاطب مع الحكومة في ظل وجود إمكانيات يعني واجبة، لكنه في الأخير يعني في كل في المحصلة وفي المجمل أيضا لا يسقط المسؤولية الأخلاقية والقانونية على الحكومة كمسؤولة عن هؤلاء المواطنين، في الأخير هم رعاياها. يعني أنا أعتقد ومن هذا المنبر أيضا أنادي الأستاذ فهد كفاين وزير الثروة السمكية إلى أن ينزل سريعا لزيارة الخوخة وزيارة الساحل التهامي المحرر على الأقل للاطلاع على معاناة الصيادين وللتواصل على الأقل مع الجهات التي يمكن أن تصل الصيادين المضطهدين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. اليوم الحكومة مطالبة بالدرجة الرئيسية على الأقل بتعويض الصيادين في المناطق التي يقال عنها محررة: الخوخة وحيس وبيت الفقيه والدريهمي والطائف والمخا، وهذه المناطق كلها يعني هناك صيادين بحاجة إلى تعويض، هناك صيادين بحاجة على الأقل لتأمين الإغاثة الإنسانية اللازمة لهم. يعني حتى الآن هناك إهمال أو يمكن نسميه أيضا كذلك تقصير، لكن هذا لا يعفي أيضا الوزير كفاين ولا يعفي الحكومة بشكل عام من التقصير في حقوق الصيادين، لأنهم بزيارة واحدة يعني سيطلعون فعلا وعمليا على واقع المعاناة والمأساة التي يعيشها الصيادون وأسرهم. بعض الصيادين أبنائهم لا يدرسون، بعض الصيادين أبنائهم يموتون مرضا، بعض الصيادين عاجزون عن إسعاف أولادهم إلى المستشفيات على الأقل في الحديدة لأن فيها الحوثي، أو إلى عدن لأنهم لا يملكون المال الكافي لإسعافهم. الصيادون فئة مغيبة تماما حقوقيا وإعلاميا، ويتم تجاهلها من كل الأطراف السياسية، ويتم المتاجرة بهم حقوقيا وعسكريا كذلك. في هذا السياق، هل كانت هناك يعني جهود لإتاحة مناطق آمنة للإصطياد، أو تم طرح هذه مثل هكذا نوع من الحلول في سياق التعامل مع هذه المأساة؟ للأسف وحسب اطلاعي ومتابعتي أيضا ليس هناك من مناطق أعلنها التحالف بأنه مسموح مثلا في الاصطياد، فقط هو حذر وقال بأنه الممر المياه الإقليمية اليمنية، وأعتقد بأنه كان يقصد الممر الدولي الذي هو يفترض بأنه فاصل بين المياه الإقليمية اليمنية والمياه الإقليمية الأريترية والأفريقية بشكل عام، وهي الممر الدولي للسفن والبارقات الدولية وسفن نقل النفط، على افتراض بأن هناك بعض القوارب تستهدف الناقلات أو السفن العابرة، السفن السعودية والإمارات والعالم بشكل عام. لكن الصياد اليمني بشكل عام يعني هو تحت الرقابة الدائمة، أعتقد بفعل وجود الأقمار الاصطناعية والتقنية التي دائما يوافينا بها التحالف أو يطالعنا بها التحالف عبر المؤتمرات الصحفية التي يرصد فيها حتى حركة السيارات والدراجات النارية في الشوارع التي يستهدفها. فكيف يمكن أن يغيب عنه قارب؟
يعرف من أين انطلق، من أي نقطة، وإذا ما كان انطلق من منطقة عسكرية أو لا. لكن هؤلاء يا أخي انطلقوا من منطقة محررة ومرصود نقطة انطلاقهم، ويفترض يعني وبعضهم معروفين لدى القيادة العسكرية التي اليوم تخوض المعارك وتقود المعارك لمصلحة الإمارات. لماذا يتم استهداف الصيادين؟ يعني أعتقد بأننا بحاجة لأن نرفع أصواتنا أيضا بأنه كفى لقتل الصيادين، كفى لاستهداف الإنسان داخل في الساحل الاتهامي. لابد أن يحيد الإنسان، ولابد الصياد، ولابد أن تحفظ كرامته، ولابد أن يضمن قبل ذلك أيضا مصدر رزقه وأن يعيش بكرامة، أو أن نستعيد. الناس فرحوا بما يسمى التحرير، على الأقل ليستعيدوا شيئا من نفس الحياة. لكن هل من العدالة أن يفقدوه؟ هل من العدالة أن يعيشون خوفا بينما يفترض أن يعيشوا الأمن؟ يعني أعتقد بأن هناك أسئلة مخزية بأن تطرح على التحالف، وهو بمن هو بهيلماني العسكري يعني وبقوته وعتاده. يعني يجب في هذه النقطة الإشارة إلى أن حاولنا التواصل مع وزير الثروة السمكية سيد فهد كفاين، لكنه لم نستطع التواصل أو الوصول إليه في محاولة سماع وجهة أو ما الذي ستقوله الحكومة في هذا الإطار. لكن ينضم إلينا الآن أستاذ وديع عبر الهاتف نقيب المعلمين بمحافظة الحديدة السيد طارق سرور. أستاذ طارق، إذن استشهاد 17 صياد بقصف من بارجات التحالف العربي في مديرية الخوخة كما نقلت التقارير إلى الآن، ما التعليق لديك حول هذه الحادثة؟ أخي، نؤكد إدانتنا كاملة لهذا الاستهداف المستمر والمتكرر لصيادي تهامة. ندين العمل بهذا العمل بأشد إدانات، بأشد العدارات. الموضوع يجب حقيقة أن لا يستد عليه. هذه ليست أول حالة لاستهداف الصيادين، الفئة الأقل دخلا والتي تعيش من البحر كمصدر دخل وحيد. لكن نجد هناك استهدار بأرواح هؤلاء الصيادين وقتلهم بدم بارد. هذه الجريمة يجب أن لا يستد عليها. نطالب التحالف، نطالب المجتمع الدولي بالتحقيق بالحادث ومحاصرة المتسببين وتعويض الضحايا. يجب أن لا تتكرر مثل هذه الحوادث. الحقيقة الوضع مؤلم جدا ومستمر للأسف الشديد بدون أي حلول. يجب أن يتم الانتباه لمثل هذه الحوادث. يجب أن يكون هناك تنسيق بين الحكومة والسلطة المحلية وغرفة عمليات التحالف. يجب أن يكون هناك إصدار تفعيل دور خطر السواحل اليمنية والبحرية اليمنية في منطقة المياه الإقليمية. يجب أن يكون هناك توعية للصيادين في أماكن نطاق اصطيادهم أو حركتهم البحرية. يجب الانتباه لمثل هذه الأعمال والعمل على حماية هذه الفئة الأقل دخل. الآن صيادين أو معظم مواطني مناطق الخوخة يعتمدون بشكل رئيسي على عملية الصيد، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من النازحين أيضا يعملون بهذه المهنة، فاستهدافهم يزيد من المعاناة الاقتصادية للنازحين والمواطني الخوخة بشكل كبير، وهذا أمر مرفوض وغير مقبول. طيب أستاذ طارق، يعني في سياق الحديث على أن استهداف الصيادين ليس فقط استهداف لهم، بل هناك أسر لهم، بل هناك من يتعامل معهم أيضا، برأيك في مثل هكذا حالة كيف يمكن أن يتعامل الإنسان في مناطق الساحل الغربي مع هكذا وضع؟ أنا أقول هنا أن حمل المسؤولية الحكومة وممثلة بوزارة الثروة السمكية وأيضا بالسلطة المحلية. يجب أن تحمي هذه الفئة، يجب أن تشجع هذه الفئة، يجب أن تدعم هذه الفئة على أن تصطاد وتعمل بكل أمان. من غير المعقول أن لا يوجدوا الدعم وأيضا لا يوجدوا الأمان. أين يمكن أن يذهبوا إن لم تتوفر لهم هذه الأعمال وهي مهنتهم الوحيدة؟ وكما ذكرتم يعيدون أسر وأفراد وأطفال يتضمرون جوعا وينتهون إلى مشاكل متعددة طالما لم يجدوا من يعيلهم. الحقيقة الوضع الإنساني جراء عمليات الحرب، جراء عمليات التحالف، تأثر أو عمل على تأثيره بشكل كبير جدا على كثير من الأسر.
وصلت الى حد الفقر المدقع، وبالتالي تعمل على التاثير الكبير على النسيج الاجتماعي بالمحافظه، وعمل لجوء كثير منهم الى العمل بشكل شديد مع الميليشيات طالما لا يجد مصدر دخل يقتات منه. نقيب المعلمين بمحافظة الحديدة سيد طارق سهرور كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. بالعودة إليك أستاذ وديع، مسألة استهداف الصيادين، يعني هل تتحمل ميليشيات الحوثي نوعا من المسؤولية في سياق استهدافها للزوارق البحرية، بما يعني أن كل الآن الزوارق الموجودة في أو خروج زورق يمثل نوعا من التهديد، أو يعني يؤثر لدى يسبب توترا لدى الجهات يعني التي تمر في هذه النقاط، مما يؤدي إلى نوع من الاستهداف الذي يحدث للصيادين؟ سؤال جميل ورائع، وأعتقد بأنه من المهم بمكان أن نشير بأن الحقيقة التي لا يمكن القفز عليها بأن ما نعيشه من كوارث في اليمن سببه الانقلاب الذي أحدثه الحوثيون مع حليفهم عفاش. ما يجري الآن من كل المصائب في اليمن هي سببه الانقلاب، وعلينا ألا نقفز على هذه الحقيقة. الحوثيون هم أول من استخدم القوارب في تهريب المقاتلين أيام الحرب على عدن، كذلك كانوا يهربوهم من شواطئ المخا إلى عدن باستخدام مقاتلين أيضا، وكانوا يجبرون حتى أيضا نكون أيضا واضحين، وكانوا يجبرون الصيادين أيضا على نقل مقاتليهم، وكانوا يسرقون أيضا أو ينتزعون بعض القوارب من مالكيها بالغصب ويحملوها ببعض المقاتلين للذهاب بهم إلى الجبهات التي يلتفون لها بحريا. يعني هذا الشيء. ثانيا، استخدموا القوارب أيضا فيما يتعلق بالسيطرة على جزيرة حنيش، واستخدامها أيضا للتخزين العسكري لتخزين السلاح والاستهداف، وكانوا ينمون على خطط عسكرية يستهدفون بها البوارق التي تتبع التحالف مع بداية الحرب طبعا، لكن التحالف استهدف جزيرة حنيش واستهدف كل النقاط العسكرية المتواجدة. أستطيع أن أقول لك ما من جزيرة يمنية يعني أصبح فيها تواجدا عسكريا حوثيا، لأن التحالف تقريبا مشطها جميعا، لكن الحوثي بشكل أو بآخر أيضا يتحمل مسؤولية لأنه يعني في فترات ما عسكر الصيادين، ليسوا جميعا أيضا بل عسكر القوارب وعسكر الشاطئ التهامي بشكل عام، وأدى إلى مخاوف التحالف من الصيادين. لكن اليوم بعد تحرير هذا الشريط الساحلي وبعد سيطرة التحالف، أعتقد بأن كل الحجج سقطت، خصوصا وأن الدوريات العسكرية المفترض تواجدها يعني لتنظيف وتمشيط البحر من الألغام البحرية التي زرعها الحوثيون، ومن رصد أيضا عبر الأقمار الاصطناعية من رصد كل التحركات العسكرية للحوثيين من المناطق التي تواجدون فيها من ميناء الحديدة أو من القرى أو الجزر أو السواحل التي هي في اللحية وكمران والمناطق التي لا يزال فيها حوثيون. لكن من المناطق التي يتواجد فيها التحالف، أعتقد بأن التحالف أخلاقيا وقانونيا يتحمل مسؤولية تجاه هؤلاء الصيادين. طيب، أمام هذه المأساة، هل هناك تحرك إنساني من قبل المنظمات المعنية لحقوق الإنسان، المنظمات التي يمكن لها أن توصل الصوت لمحاولة الضغط على التحالف في سياق يعني وقف هذه المجازر؟ يؤسفني القول ايضا بانه من خلال متابعتي لكثير من التقارير الانسانيه التي صدرت عن الوضع الانساني او حاله الانسان في اليمن بشكل عام، بانه من النادر ان تشير منظمه في احد تقاريرها مثلا الى ما يعانيه الصيادين على المستوى الانساني والمعيشي او حتى على المستوى الجنائي فيما يتعلق باستهدافهم من قبل الحوثيين او من قبل التحالف. اعتقد بان الحكومه الى حد ما رصدت بعض الحالات في بعض التقارير التي رفعت الى دورات الاعتياديه لمجلس حقوق الانسان في جنيف، لكن هناك تغييب بشكل كبير لكثير من المجازر، لكثير من الضحايا، لكثير من الجنايات التي تم استهداف الصيادين بها. نحن بحاجة إلى أن نجعل من هذه المجزرة محطة لنعيد الحسابات أو نعيد النظر فيما يتعلق بالأداء الإنساني، بالأداء الإعلامي تجاه فئة الصيادين، لأنهم فئة لا تقل أهمية عن أي فئة من بني الإنسان المتواجدين على البر اليمني، يستحقون الاهتمام لأنهم في الأخير مواطنين، وفي الأخير هم رعايا الحكومة اليمنية، ويعني ومسؤوليتهم الإنسانية أيضا تقع على التحالف بصفته كقائد لهذه الحرب الذي دشناها بعاصفة الحزم. وبعد ذلك أنا ما يسمى بإعادة الأمل
اليوم الناس يفقدون الأمل بأن التحالف يشكل لهم مصدر حماية، اليوم الناس يفقدون الأمل بأن التحالف يمثل لهم على الأقل يعني نوعا من الأمان، لأنهم يفقدوه فعلا. ما من منطقة تحرر داخل يعني في الحديدة إلا وتفقد الأمان فعلا، لأنه لا يتم تأمينها ولا يتم استكمال العملية العسكرية لتأمينها. حيث التحيتة، الدريهمي، القرى الشريط الساحلي الممتدة ما بين الخوخة إلى الطائف لا تزال حتى اليوم، إلى منظر كذلك لا تزال حتى اليوم فاقدة الأمان، لأن القذائف الحوثية لا تزال تطالها. بينما التركيز العسكري بالنسبة للتحالف لا يزال يعني يركز على العمق وصولا إلى الميناء، هذا يجعلنا أيضا نتشكك من الأهداف الاستراتيجية المعلنة بالنسبة للتحالف. يعني يقول بأنه سيحرر الحديدة، بينما لا يترى لنا إلا أن التحالف يريد الحديدة الميناء وليس الحديدة الأرض والإنسان. الإنسان في الحديدة هو عنوان المأساة الإنسانية في اليمن كله. ويؤسفني القول أيضا والتكرار أيضا بأنه للأسف الأسوأ حتى الآن لم يحدث، لأنه لدينا بوادر كارثة إنسانية أيضا تتوالى وتتصاعد فيما يتعلق بعمق مدينة الحديدة. في هذه الحديدة. النقطة يعني الآن يعني بالأمس تقريبا سمعنا عن مسألة إعلان من جانب واحد من قبل الإمارات لبدء معركة أو يعني استعدادات متزايدة لتحرير الحديدة بشكل أكبر. هذه المسألة، مسألة الاستهداف القوارب، مسألة الوضع الإنساني الصعب، هل ستثقل يعني مهمة التحالف في سياق تحرير الأرض باعتبار أن هناك منظمات ستدفع لإيقاف هذه الحرب، بالتالي إطالة الأزمة اليمنية في نهاية المطاف، ما يعني استهداف المدنيين في النهاية؟ دائما ما أقول أنا بأنه لا أحد يخدم الحوثيين الانقلابيين أكثر من حماقة التحالف نفسه. يعني غارة التحالف التي يقال عنها بأنها خاطئة، استهداف التحالف لبعض أرتال المقاومة في خطوط النار، هذه تخدم التحالف بشكل أو بآخر، لأن يعني تخدم الحوثيين بشكل أو بآخر، لأن الحوثيين يستخدمونها كمادة سياسية ومادة إعلامية، وكذلك مادة يدينون بها الناس الذين هم في المناطق التي يقال عنها بأنها محررة. يعني الناس مثلا، الناس في حيس كانوا يقولون بأنهم يفتقدون إلى الأمان وأنهم بحاجة إلى التحرير من قبضة الحوثي الذي كانوا يخافون من أنه يعتقلهم أو يقتلهم مثلا بالإعدامات أو بالتعذيب أو اختطافهم أو من هذا النوع من الانتهاكات. اليوم أبناء حيس كذلك يخافون أيضا على حياتهم، يعني هم فقدوا الأمان في كل الحالتين، يعني في كل الحالتين. يعني يؤسفني القول بأنه أيضا البعض أصبح يقول، يعني وهذا أنا لا أتفق معه طبعا، يقول بأن أيام الحوثي أفضل من أيام التحالف، لأنه على الأقل كان الحوثي وقف الرواتب، وقف مصادر الدخل، لكنه لم يأخذ الحياة. يعني مثلاً صحيح أنه يأخذ من يعني من الناس أموالا وجباية، لكنه على الأقل، لكن هناك نوع من مثلا في المعايير المعيشة. في المعايير العسكرية مثلا غارة واحدة من التحالف قد تقتل 100، بينما القذيفة الحوثية تقتل 5 أو 4. أنا هنا لا أقارن بين يعني في الأخير هم جريمتين يعني ومدانتين في كل الأحوال، لكن على التحالف أيضا أن يراعي أيضا بأن هؤلاء يعني يروا فيه الأمل لإنقاذ حياتهم، أن يراعي بأنه جاء لنصرتهم، لا أن يأتي لأن يأخذ حياتهم وأرواحهم، لا أن يفقدهم الأمان. يعني اليوم مناطق يقال عنها بأنها محررة أبناؤها يعني يجرون الاختبارات في مناطق أيضا أخرى، بينما هي يقال عنها بأنها محررة، وأقصد بذلك حيس. التحيتة اليوم محاصرة، لك أن تتخيل أيضا بأن حيس المحررة منذ 7 أشهر مثلا، حتى اليوم مشروعها المياه، مشروع المياه الوحيد الذي يفترض أنه يغذيها، لا يزال في قبضة الحوثي، وهي قرية تتبع الخوخة وتقع استراتيجيا ما بين الخوخة وحيس، وتبعد شرقا يعني غربا من حيس 16 كيلو. هل يعجز العمالقة ب 12 لواء عسكري عن تحرير قرية الدنين لإعادة المياه الشرب إلى حوالي 30,000 نسمة في سكان حيس، فقط معتمدين حتى الآن على برامج يتم تعبئتها بشكل دوري من قبل التحالف ومن قبل بعض الخيرين، وتخضع هذه البرامج لتمليئتها فقط لأسعار المشتقات النفطية في السوق السوداء، أو من قبل أو تخضع لميزانيات تشغيلية معينة، إذا انتهت يتوقف هذه الإغاثة. لماذا التحالف لا يقدم نماذج مشرقة حقيقية لمناطق حررها من عدن، ابتداء من عدن وانتهاء بالدريهمي؟ وهذه التساؤلات التي دائما ما تطول كل ما أو تزيد كل ما طالت فترة الحرب. أشكرك جزيل الشكر أستاذ وديع عطاء على تواجدك معنا في هذه الحلقة. شكرا.
كما والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في طاقمي العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.